يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة؟ قال العلماء كذا، إصراره على الصغيرة يصيرها كبيرة، لأنه يدل على عدم تساهله. نعم. يقول فضيلة، ولهذا قالوا لا كبيرة مع استغفار، لا كبيرة مع استغفار يعني مع توبة، ولا صغيرة مع إصرار، إذا أصر عليها صارت كبيرة. لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. نعم.